انه ممكن افهم هالقزر شو كان عم يساوي عندك؟ طول بالك، وانا مثلك ماني طايقته، بس شو فيني اعمل؟ قلعه يعني؟ والله ما بعرف، بعد اللي سواه ابوكي ما عاد شفت قدامي. ليه شو صار؟ يعني عاملي حالك حضرتك هلا الملاك البريء؟ ما بتعرفي شو ساويتي؟ انت قلت لي انك رح تخبره، وهو الصبح طلب مني الغي التوكيل وانا لغيته. كنتي خبريني، خبريني، لا تتركيني اتفاجأ هيك مثل الاجدب. انبسطي يا ستي، ابوكي سحب مني كل شيء، كل شيء سمر، كل شيء. هلا بدك تقنعني انه كل تعصيبتك بس لانك شفت الاستاذ مهند عند اختك بالمكتب؟ وانتي بدك تقنعيني يعني انه ما تضايقتي منه؟ انا قصص مهند ما بتهمني، كل شي بيهمني اني اخذ بتاري منه. بقى انت حاش لف وتدور واحكي لي شو صاير معك. يا لطيف شو قويه، شوية مشاكل مع الوالد. على فكرة أنا ما توقعت أنه نقرب من بعض أنا وياكي بهالسرعة.